قناة المنصة الملكية هذه لها عالم متخصص فيها وكاتب انت السلاطين الكبارية يا مرحبا يا هلا والله يحييها أنا نحيا الاسم والسيرة الحية اللي بعيد على انطراها قويها يا بنت عايد عليك ونعم مدنية يلي يحلو نعم نحل طرية ذات الشرف والتفوق والمثالية ورث من أجدادها ورث من أبيها تميزت في المجالات الريادية عظيمة المجد حاضرها وماضيها مبادرات وكرم ومالي خيرية يا ربي بأعمالها الحسنى تجازيها تكحل عيون البخل رحمة بوحية مطروخة تكسب النماس بيديها طيبها في المهمة الضرورية ما فيه وقفة مهمة غير تحميها هذه حنانة المكارم نسخة أصلية يلا عسى اللاشي دايم فداويها وهذه حنانة المواقف البطولية اللي ثبت فوق عرش المجد كرسيها خذت شموخ المكانة السيادية واللي تبي مثلها ما عاد يمديها بالمختصر في مجال الزين فردية زود على أخلاقها ربي محليها مثل أمها بسنها اللي نراها حية شيخة عرب تاخذ الجزرة وتعطيها حتى البحية من أصول عربية اللي عريب من الرقى مجانيها لنا الفخر يوم قالوا لي عتبية والله ومليون نعم ولا تكفيها لنا الفخر يوم قالوا لي عتبية والله ومليون نعم ولا تكفيها والله ومليون نعم ولا تكفيها لا 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 تعطينا المنصة الملكية هذه لها عالم متخصص فيها وكاتب انت السلاطين الكبارية يا مرحبا يا هلا والله يحييها أنا نحيا الاسم والسيرة الحية اللي بعيد عن انطراها قويها يا بنت عايد عليك ونعم مدنية يلي يحلو نعم نحل طرية ذات الشرف والتفوق والمثالية ورث من أجدادها ورث من أبيها تميزت في المجالات الريادية عظيمة المجد حاضرها وماضيها مبادرات وكرم ومالي خيرية يا ربي بأعمالها الحسنى تجازيها تكحل عيون البخل رحمة بوحية مطروخة تكسب النماس بيديها طيبها في المهمة الضرورية ما فيه وقفة مهمة غير تحميها هذه حنانة المكارم نسخة أصلية يلا عسى اللاشي دايم فداويها وهذه حنانة المواقف البطولية اللي ثبت فوق عرش المجد كرسيها خذت شموخ المكانة السيادية واللي تبي مثلها ما عاد يمديها بالمختصر في مجال الزين فردية زود على أخلاقها ربي محليها مثل أمها بسنها اللي نراها حية شيخة عرب تاخذ الجزرة وتعطيها حتى البحية من أصول عربية اللي عريب من الرقى مجانيها لنا الفخر يوم قالوا لي عتبية والله ومليون نعم ولا تكفيها لنا الفخر يوم قالوا لي عتبية والله ومليون نعم ولا تكفيها والله ومليون نعم ولا تكفيها قناة لهفة.